قال سمعته. قال أيقصدني أنا المعني؟ قال والله أنت المعني. قال أفي دين محمد هذا؟ هل محمد ينزل الناس منازلهم؟ قال العباس نعم. فقام سراقة والتفت للحوار بين اثنين، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. خلاص أيقن أنه صاحب قوة. دخل النبي وحطم الأصنام. في بعض الروايات أن الأصنام ما حطمت لا بفؤوس ولا بغيرها، لكن النبي دخل ورفع يده وهو يقول قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وتحطمت كل الأصنام. ولما خرج النبي من الكعبة أبو سفيان بغى الإسلام، قال العباس أتراني لو ذهبت إلى محمد أطلب دينه أيقبلني؟ قال نعم. قال كيف يقبلني وأنا طردته من بلد